طيب سيادتك هتفتح الاوتوكاد عادي خالص، بروح على اللاب افضل، بروح على اللاب، فلوس نازله. طيب هي نازله متحمله الرخامه يعني. لا متشاله تاني. هي فعلا نازله متحمله عندي رخامه، مش مشكله. طيب انت بتتبع الخطوات الاتيه، خطوات الاتيه. اول حاجه بتعمل امر اسمه منيو، لا سوري، كليك يمين اوبشن، تمام كده. يلا هتلاقي حاجه اسمها فايلز، حلو. في حاجه فوق اسمها سبورت فايل سيرش باث، تمام. تدوس عليها كده، تنزل تحت كده بتقول له اد، حلو. بعدين بتقول له براوز، بتخش على ده اللي هو اليوزر بتاعك، تمام. محمود بقى، حسين، اي حاجه على حسب ما انت مسمي لعبك ايه. بتخش عليه، بتلاقي حاجه اسمها اب داتا رومينج، تمام. اوتو ديسك ابلكيشن بلوجن دي، وتقول له هنا اوكي، بس انا مش هدوس عشان هي نازله عندي، تمام. بعدين بتقول له كانسل، سوري، بتقول له اوكي يعني، بس انا هدوس كانسل، تمام. بعد كده بتعمل حاجه اسمها منيو لود عشان تظهر القائمه دي فوق عندك. بتقول منيو ام اي ان يو ال او اي دي، منيو لود، تمام. لو دوست على دي الاوتوكاد بتاعك بالسلامه، ما عادش فيه ولا قائمه. شايف كلمه انلود دي؟ دي كل ما ايدك تروح عندها اعمل كده، لانك هتشيل الاوتوكاد وتحطه تاني. لو فيرجن 17 او الحاجات دي ما بتتشالش، ففيها نسخه، تمام. بتيجي هنا بتقول براوز، بتمشي على المسار الاتي يعني، كده كده ده اللي هو اللي هو اليوزر بتاعك، تمام كده. وخش على اب داتا رومينج اوتو ديسك ابلكيشن بلوجن، بقول له لوكيت، او مش عارف اقراها قوي كده، كلمه هي. المهم اوتو ريبار باندل دي، تمام. دوس عليها تلاقي حاجه اسمها كونتنت. انت كل ده ماشي اجباري على فكره، يعني هو فايلات بتفتح انت بتفتحها اجباري. هتلاقي حاجه اسمها ريسورسز، تفتحها تختار دي، مجرد ما تعمل دي وتدوس اوكي هتلاقي القائمه اللي فوق دي ظهرت. طيب اما القائمه اللي فوق دي تظهر لك، هتيجي تدوس على اوامر كده، بص انون كوماند، هو مش فاهم ايه ده، هي قائمه انت اظهرتها. تيجي تدوس هنا انون كوماند برضو، هو مش فاهم هو ايه ده. ففي حاجه صغيره قوي هنعملها، ودي غالبا بتعملها كل مره، دي من كتر ما هتعملها هتحفظها، تمام. هو الميزه هنا ان هو يحفظ لك المسار، يعني هو يحفظ لك الطريقه. انت لو عملتها مره هتيجي بس المره الثانيه تدوس عليها وتقول له اوكي. حاجه اسمها نت لود، تمام. هتدوس بس عليها، انت هتمشي المسار ده، تمام كده. هتخش برضو على اليوزر بتاعك، هخش على اب داتا، اب سوري ابلكيشنز، اب داتا رومينج، سوري 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 انا عكينا، ابلكيشن اب داتا رومينج برضو اوتو ديسك، اوتو ديسك، تمام. ابلكيشن بلجنز، هو نفس المسار، اوتو ريبار. هتخش هنا على الكونتنت هتلاقيه اظهر لك الحاجات دي، هتختار 2000 يعني المره اللي فاتت خد بالك احنا دخلنا ريسورسز اما جبنا البتاع نفسها، تمام. هنا لا، انت هنا بس عايز الفايل الدي ال ال ده. هخش بس تقول له ايه، اي ار اي بي 2015 دي ال ال، دوس هنا وتقول له اوبن. بس وانس انا ادوس اوبن هنا، نت لود خلاص كده اشتغلت. اوتو ريبار، ريجنريتنج موديل بدا يفهم، بدات تقول له ريبار بدا يفهم معاك كتر السيخ، تمام. الخطوات سهله، هي سهله، انت بس امشي واحده واحده كده بالفيديو هتلاقيها سهله، تمام، ما فيهاش حاجه. الخطوه اللي دايما هتتكرر كل ما تيجي تفتح الاوتوكاد وعايز تلود الاوتو بار، تعمل لها لود، نت لود، هتفتح معاك دي على طول. اختار بس اخر واحده وقول له اوبن، تمام. دي اللي هي دايما مستمره معاك، انما غير كده خلاص هي بقت ايه، كل اللي فات ده انت تنساه. والفيديو معاك بحيث غيرت النسخه، غيرت نسخه كاد بتاع مش عارف ايه، ترجع بس للفيديو. هي اخر اصدار نزل لبرنامج اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج كان 2015. الاداه دي متاخده من برنامج اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج، تمام. البرنامج ده كان هو برنامج حلو كده، كان لطيف شويه، مختص برسم الحاجات الانشائيه، يعني كاميرات في ادوات مساعده اللي هي زي الاداه دي كده في تفريد البلاطات زي ما هنشوف، تمام. لكن شركه اوتو ديسك هو اثبت فشل، لان هم طلعوا ريفيت، الناس اشتغلت بالريفيت اكتر، تمام كده. فالريفيت في حاجه اسمها اكستنشنز، الاكستنشنز دي هي بتكون عباره عن
اكستنشن يعني مثلا امتداد لا أو يعني حاجه مكمله للبرنامج تمام كده او اضافه مكمله للبرنامج بتخش عليه بتعوض حته ناقصه فيه. فاتاخد جزء التسليح من الاوتوكاد ستراكشر تيلينج اتحط في الريفت في الاكستنشن دي بقت اكستنشن قد كده حوالي 900 ميجا بقت تخش فبقى الريفت يعمل كل حاجه فما عادش فيه ايه حاجه للبرنامج ده فبالتالي لغوه بطلوا يوقفوه زي برنامج كان طالع اسمه روبوت برده وقفوه اوتوكاد ادفانسنج كريت وقفوه الروبوت بقى برده رجع اكستنشن في الريفت اللي هي بقى بي ام تكنولوجي بي اي ام رجع برده اكستنشن الاناليسيس في الريفت بقى الريفت يعمل اناليسيس دلوقتي فما عادش فيه حاجه للروبوت فوقفوه. بيقولوا في برنامج جديد هيطلع اسمه رياكت بس لسه ما حدش سمع عنه يعني. تمام كان في برنامج برضه اسمه توكاد ادفانس كونكريت وده وقف في سنه 2017 كان اخر اصدار نزل منه يعني. تمام برضه الريفت بيغني عنه. فاحنا اخذنا منه البلجن دي متاخده اصلا من توكاد ستراكشر ديتيلنج يعني. طيب مش وانت داخل اي بروجرام كده بتسمي الله سمي الله وخش على ارت اوبشن تمام كده دي اللي هي التظبيط بتاع الوحدات بتاع البرنامج بتاعك بتاع تعريف اخراجك اللوحه والتمثيل عنها. تخش هنا تقول له ارت اوبشن تمام كده هتدوس عليها بس كده اوكي. هتخش على حاجه اسمها اول حاجه اليونتس تمام كده موديل يونت ريبريزنت هنخليها متر تمام اللي اوت يونت ريبريزنت بالمليمتر الريبار لوكال دايمنشن يعني ايه الريبار لوكال دايمنشن يعني لو سيت قريب معاك الشكل ده مثلا كده وغير مثلا من كل البرنامج احنا اقول لك تمام اللوكال دايمنشن دي هيجي لك كل حاجه من دي هتضرب عليها دايمنشن هتلاقي كده نص هنا مثلا بتبقى ثلاثه هنا الخط الثاني ده بتبقى 2 وهنا الخط ده بيديك مثلا 4 اي مكان اكيد ده اسمها اللوكال دايمنشن كده. طيب ده بالنسبه للريبار لوكال دايمنشن الريبار دايمتر يونت اللي هي القطر بتاع السيخ خلاص احنا قشطه ماشيين بالملي مش مشكله. الريبار توتال لينس يونت اللي هو الطول بقى التجميعي للسيخ هنخليه بالمتر تمام. الريبار سبيسنج اللي هي المسافه بتاعت التوسيط يعني اللي هي مثلا كل 20 سم كل 17 سم تمام فدايما بشتغلها بالسنتي عشان ما تسحبش اللوحه حلو. بعدين هنخش على حاجه مهمه جدا 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 اسمها الداجيت اللي هو بيقرب لك لاقرب ايه تمام فدايما هتثبته الاقرب ايه رقمين بعد العلامه حلو. بعدين الفونتس دي انا لسه بلعب فيها عشان عايز البرنامج يخرج لي لوحه عربي فانا الحقيقه لسه بلعب فيها عايز اشوف بس البرنامج بيتشطب فين وفين الفونتات اللي هو بياخدها دي وهو لو بياخد من الويندوز مش مشكله اروح احطها في الويندوز يعني. المهم ان انا في اي حال من الاحوال اعرفها اجيب الحصه الجايه واخليه يخرج عربي باذن الله لو ينفع تمام. فدي بس هنحاول نلعب فيها. في حاجه هنا اسمها الماركس دي اهم حاجه دي العلامات زي ما احنا هنشوف انا بخليه يارد ال N اللي هو النمبر اوف ريبار وال L اللي هو طول السيخ لان انا بنفذ كده بيهم في دماغ بقى تمام وهنبقى نتكلم عنها حلوه. طيب انا لو ظبطت كل دول هنا طبعا اوكي لان انا ما غيرتش حاجه فهي مطموسه يعني مش شغاله ممكن اقول له كانسل تمام. طيب لغايه دلوقتي انا عايز اشرح الاداه نفسها. اول ما تخش على الاداه دي بس انا ممكن اظبط بس حاجه معاكم انتوا في الفايل ده لاجلكم انتوا من الدايمنشن اقول له درو لوكال دايمنشن رغم اني بكرهه اقول له اوكي. طيب انت عايز اقول ايه اول ما تخش على البرنامج ده خلاص ظبطت الارت اوبشن يبقى اعمل بس اوتو ريبار هنا دي بتعمل ريجنريت للايه للموضوع تمام. مثلا فليكن لو عندنا عايز ارسم سيخ هرسم سيخ من الاول تمام كده ودي اقل حاجه انا بستعملها انا ما بستعملهاش كتير بقول له ريبار تحت بيسالك ايه سبيسيفاي دايمتر القطر بتاع السيخ هنقول مثلا فليكن فاي 10 سبيسيفاي ستارت بوينت خلاص بقى كانك بترسم لاين عادي خالص تمام. جيت انا قلت له مثلا هنا طول السيخ ده 12 متر هيقول لك قشطه مفيش مشاكل خلاص كده خلص ادي النقطه بتاعتي دي بس الجريد مش ناقصه غزاله ادي النقطه بتاعتي اهي كاتب لك هنا كام 12 متر. طيب يا ريت كل السيخ عدل ما كانش حد غالي صح كده. تعالى كده ما يبقى لازم نقول يعني هنا سيخ مثلا كده عندي مديها سيخ مكسح كده اي شيء يعني 2 متر بقى بولي لاين اهم حاجه ان هو يبقى ايه بولي لاين. طيب خش على اوتو ريبار دي هقول له حاجه اسمها بي ريبار
تمام بير ريبار كونسيخ هي مترجمه بالعربي كده ادي بير ريبار بيقول لك انت عايزه قطر كام فليكن 10 اقول له 10 بص بيقول لك ايه سيلكت بولي لاين هدوس بس على البولي لاين عشان كده انا كنت مصر ارسم كل حاجه ايه بولي لاين تمام طيب دي اللوكال دايمنشن اللي هي 437 هنا البعد ده طبعا هو جايب الزاويه احنا ممكن بس نخليه يخفي الزاويه مش ناقصه كمان زوايا كان بيخيها منين؟ هايت 45 صح شكرا هو نزل شويه النسخه دي فانت لازم تقوم جاي عامل له كده تمام 18 سم 2 متر زي ما احنا كنا رسمناها بالظبط صح؟ طيب السيخ ده طوله كام؟ تيجي هنا تشوف مارك دي مارك دي اهم حاجه اكتر حاجه هتشتغل بيها ليه بقى يا باشا؟ اما تيجي هنا انا دوست على مارك فوق اهو بص تحت بيقول لك ايه؟ سيلكت ريبار تمام اختار السيخ والله مسكت له السيخ ده كده قلت له ماشي ادي السيخ اهو بيقول لك خلي بالك السيخ بتاعك كله طوله كام؟ 8 73 ماشي لو اخدت له هنا 2 سم عشان انا بكره بس الحاجات دي طيب 0 في 10 ان بتساوي 0 8 75 فهمت حاجه؟ طب هنفترض ان السيخ ده بيتكرر في الزون دي مثلا 5 متر حلو؟ الزون بتاعت السيخ اللي بيتكرر فيها كام؟ 5 متر يعني السيخ ده هيتقسط على 5 متر لغايه دلوقتي انا مش شايف فيها مشكله طيب انا عايز اعرف البرنامج ان السيخ ده بقى هيتكرر على 5 متر هات لي هم كام سيخ عددهم كام سيخ وطولهم قد ايه همسك المارك دي كده هدوس عليها من هنا من قطر بره اقول له ايديت اقول له ايه ايديت هيدخلني جوه قائمه منسدله هيسالني شويه اسئله بص المعادله اللي فوق دي هي هتجاوب لك على كل الاسئله تمام بيقول لك الان مضروب في الاي زائد البي الفاي الدي على الاس الونج اي طب ايه الان دي هل هنا من كده من معلوماتك الرياضيه هل ان دي ينفع تبقى بصفر في اي حال من الاحوال؟ لان لو بقت بصفر المعادله كلها بقت بكام؟ طب ايه رايك نخليها بواحد؟ طيب استنى يا عم تجري ليه؟ طيب الاي هنا الاي زائد البي ده رقم جوه قوس يمكن انا عندي سي ده متكرر ولا بعمل ادوار مثلا وعايزه يعد لي الايه؟ لكل يعني انا بعمل خمس ادوار وعايز اطلع توطيء الحديد او توضيب الحديد بتاع الخمس ادوار مره واحده صح؟ فخلي بالك خلي بالك الاي زائد البي يعني هنا مثلا بدل ما هي الاي دي بواحد صح؟ ليه؟ لان هي لو بقت بصفر هتبقى الترم ده في صفر مضروب في الان راحت. تمام؟ فخلينا الاي بواحد. طب لو انا عايز اضرب في خمسه ممكن تخلي البي دي بكام؟ باربعه يا نجم. ما اي زائد بي. تمام؟ طيب انا دلوقتي اخليها بصفر. على الاس، الاس ده اللي هو الايه؟ اس مي اس بتساوي زيرو مينز نو سبيسنج، يعني لو انت حاطط فواتير او زي ما هنشتغل في الكاميرات، الكاميرات ما لهاش ايه؟ سبيسنج. هم اربع سياخ خمس سياخ بيتحطوا. فصلات فمبقاش ليها سبيسنج طب دي هنا كاميرا ولا بلاطه بلاطه يعني في تقسيط صح كده طيب انت هنا مثلا شغال الشبكه بتاعتك 5 في المتر صح قلنا السيخ المتكرر ده مش هيبقى نص الشبكه 5 في المتر دي يعني كام سنتي يبقى نص الشبكه بتاعتها كام سنتي 40 ما نصحى يا جدعان يبقى كام 40 يبقى انا اجي اقول له هنا كام 40 سنتي صح طيب الاي بتاعك اللي هو الايه التقسيط تمام هتتكرر كل قد ايه دي اللي هي الزون بتاعتك هاجي هنا اقول له ايه اختار العلامه دي مش انا عايزه يتكرر على البعد ده هقوم مختاره واقول له اوكي بص اللي حصل الراجل كتب لك ايه 1 في 10 كل 40 سم الام بتساوي 13 ال بتساوي 8 75 بمعنى سيخ في 10 لكل 40 سم اللي هي كام 2.5 في المتر صح ولا ايه ان بتساوي 13 يعني هنا في 13 سيخ طب احسبها بالعقل 2.5 في 5 2 في 5 ب 10.5 في 5 ب 2.5 ب 12.5 1 بادي بقت 13 تمام كده يبقى قال لك الزون دي فيها كام سيخ 13 سيخ ال ال اللي هو طول مين قال لك بكام 8 75 ها هل ده كل اللي هنحتاجه من الاداه دي لا والله يا ريت تعالى هنا هات لي سيخ تاني عدل كده هقول له مارك هاجي هنا اعمل له اي زون
بالشكل ده كده، اقول له يا عم تعالى edit واحد الاس بتاعتي مثلا ب 20، هربطه بالدايمنشن بتاعه. اوكي جاب لي هنا قال لي دول 37 حته، ماشي يا عم. اي حاجه ادينا اي منظر سيخ تاني، هات ده مثلا كده كوبي ونقعد نشوق فيه شويه. دلوقتي انا بقت عندي لعبات سيخ صح؟ طب انا عايز احصر للسيخ دي اشوف كام حته او كام قطعيه بتقول 8.75، كام حته قطعيه 11.75 اللي هو اللي انا راسمهم، عايزك تحسبهم لي كام سيخ 12 متر. تمام كده؟ هاجي هنا الاقي حاجه اسمها بي بي اس بار بيندنج سكادجول، تمام؟ هاجي ادوس عليها كده ودوس في اي حته فاضيه في اللوحه. حلو؟ طيب يا عم بياخد وقت شويه عشان يحمل، ودي خليه اخر حاجه تعملها في اللوحه لانه بيتقل شويه بعدها. تمام؟ بص الراجل عامل لك ايه؟ قال لك الشيب، بس هو جايب الشيب مقلوب صح؟ طب عايزين نعدله. بص دوس دبل كليك كده، هتخش جوه البلوك اديتور هتقول له اوكي. ثانيه كده بس اتقل عليه شويه. كل ما عليك امسك ده كده اعمل له ايه؟ ميرور، خده على محوره عشان يجي في نفس المكان. بص دوس يس هنا هتقوم ماسحه لك القديم. تمام؟ اللي تحت نفس الكلام، خده زي ما هو كده، قول له ميرور. اتعدل وبقى زي الفل. تمام يا عم؟ عدلته، كلوز بلوك اديتور، سيف تشينجز. طيب تمام، لغايه كده مفيش اي مشاكل صح؟ في مشكله؟ طيب يا عم افرض انا عايز ارسم سياخ جديده وعايز اخش في ده، مش ده سؤال؟ ارسم لي يا عم سيخ كده مثلا بطول مثلا 10 متر. طول ما السيخ ده ما تحطلوش المارك دي اذا هو مش هنا. اذا هو ما صعدش في الجدول. ليه؟ الجدول ده خد بالك بيقول لك المارك، يعني المارك واحد ده اهو. فين مارك واحد؟ بيقول لك اهو. تمام كده؟ بطول كام؟ 8.75 منه 13 حته. بص على الجدول هتلاقي بيقول لك واحد. قطره كام؟ فاي 10. الشيب بتاعه اهو، مش هو ده هو شكله؟ طوله كام؟ عدده وزنه، تمام كده؟ دول وزن 13 حته طبعا. 70 كيلو كام؟ 13 من 100. وخد بالك بيقول لك نسبته كمان من الوزن كله، من الوزن ده كله، من السبميشن ده كله، هو واخد 12 ايه؟ في المية. دي انا اصلا ما بحبهاش، يعني انا كده كده بحصل باسلوب تاني خالص، اسلوب انضف بكتير يعني. طيب عايز ارسم السيخ ده كده اللي هو طوله 10 متر ده، عايز ادخله الجدول صح؟ رسمته، هاجي اديله مارك. خليكم هنا نديله عرض على طول، بدل ما هي كده الان دي احطها مثلا ب 10. بقول له اوكي. بقى كام؟ 10 تسياخ فهي 10، هم كلهم 10 ايه؟ تسياخ، الان ب 10، طوله ب 10، ايه كل العشرات دي؟ خليه ب 20 مثلا. تمام؟ بص كل اللي هتدوسه هتدوس هنا. دوس هنا تاني. بص هيعمل ايه؟ هيعمل لها ريجنريت. هيجددها. روح كده بص عليها. ادي السيخ مرسوم وسقط اهو نزل. اداة تافهة جدا وبسيطة. هي موجودة عشان تسهل الشغل مش عشان تبلبه. صعبة يا جدعان؟ فيها حاجة مش مفهومة؟ طب حد عايز يعطس؟ طب أي حاجة. ايه؟ ايه؟ دوست هنا اخترت السبيسنج بتاعك. ايه؟ تاني لحظة واحدة. الاي والبي هنا لو فرض انا هنا بحصر سقف واحد او قواعد واحده، فاهمني؟ فبالنسبه لي انا عايز الاي تفضل بايه؟ بواحد، يبقى الان مضروبه في واحد ما بتضعفش في حاجه. طيب لو انا عندي خمس تسقف تيبيكال نفس المنظر نفس الشكل نفس كل حاجه، فاهمني؟ هل اروح اعمل شوب دروينج من كل سقف؟ مش هو واحد يكفيني؟ عايز احصر عددهم كله.
قوم جاي هنا ايه، خد بالك البي هنا بكام، بدل ما هي بصفر خليها باربعه. بصوا مش هنا العدد 32، 32 في 5 تبقى ماشي بقى زي ما تطلع، قول له بس هنا اوكي. بص العدد بقت كام، واحد اصلي عندك فاهمني، زائد اربعه اللي هم الاربع ادوار اللي انت ايه عايز تحسبه، اتضربوا في ال 32، 5 في 32 160. وصلت لك؟ طيب حلو جميل. خد بالك ان انت ممكن تكتب نوت على السيخ ده لو عايز، بمعنى تقول له ايديت النوت هنا مثلا، تقول له بوتوم، بس دي فاكسه قوي يعني مش هتقعد تكتب على كل سيخ ملاحظه يعني. ار اف تي تسليح سفلي كتبتها هنا، بص ظهرت مع السيخ اهي، هتروح الجدول هتعمل له بس ريجنريت. يلا يلا تمام، بس فاكسه فاكسه فاكسه، ممكن تعملها في القواعد بس تكتب له اف 1 اف 2 بتاع تبقى عارف ده بتاع ايه، اكتر من كده ما بعد اذنك لا. تمام طيب ايديت، تعالوا نشوف برده حاجه، ما فيش رش هنا، رش بتاع الدبان حاجه مهمه، والمصحف نغمتك ده هتحبسنا يا عبد الله، والله النغمه دي هتحبسنا بتاع داعش دي، والله نغمه داعشيه. طيب تعالوا نركز في حاجه ثانيه، ثواني كده. فرضا فرضا انا رسمت السيخ بالمنظر ده تمام كده، جا الاستشاري بيقول لي يا عم اللي انت بتعمله ده، مش احنا قلنا كل الاسياخ بتنتهي برجل صح كده، انت عم مش ناوي لي برجل ليه؟ لولا الحل اللي احنا هنقوله ده كنت هضطر تعيد الرسمه كلها حرفيا. تمام طب انا مش هعيد الرسمه كلها يا نهار اسود، يلا خرب بيت امك انا هلف الرجل دي. طب يا عم بطولها لك في طول السيخ مش نافعه مش جايبه، ما هو لازم ايه، شوف الرجل في الشوب درو هتعمل ايه، فكر كده. تعالى هنا يا عم، هو عايز الرجل ده قد ايه؟ شايف الاداه دي اسمها ابند بمعنى اضافه تمام كده، جيت هنا قلت له تعالى، بيقول لك هنا سلكت ايه؟ ريبار، اختار السيخ، قلت له يا عم السيخ اهو، بص سبيسيفاي نوت تو اد، ضيف نقطه، النقطه بتاعتي دي على بعد 20 سم فليكن، بص عمل لك ايه؟ رسم لك الرجل، انقذت اللوحه تمام؟ جالك استشاري نزل زي قال لي يا عم مش احنا قلنا بدل ما السيخ ده في الموقع هيروح يقوموا مربطينه كده على طول، تعمل له الخدعه دي اللي هي نص كرسي، اروح اقوم عايد له الشغل؟ لا مش عايد له الشغل، هاجي هنا اقول له ماشي، اجيب مثلا لاين زي ده كده، اقول له يا عم انزل هنا بوينت 13، امشي كده بوينت 13، هات لي الخط اللي هو الزاويه اللي انا بدور عليها دي، امشي لي هنا مثلا بوينت 15، مش دي كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت؟ هاجي هنا الاوتر ريبار اقول له ايه؟ ابن ادي السيخ اللي انا عايزه اهو، ارسم يا عم الخط ده. طب انا لسه ما رسمتش دي، سهله دوس مسافه هتجيب لك اخر امر، دوس تاني على السيخ وهات ايه الحته دي، مش دي حتى الابعاد اللي احنا كنا رسمناها، بس ولا تزعل السيخ اتعدل. طب يا عم مالناش ضمان ان السيخ ده اتعدل في الجدول، دوس ايه بي بي اس، بص ايه تاني هيتعدل معاه بقى 1227، ترجع بقى تقول له يا عم والله ما نفع، خف علينا شويه ده فيها 27 سم، تحب اخدهم لك من هنا؟ انا اصلك اللي داخل في البلاطه عشان اعمل لك المنظر ده، ايه رايك؟ اقول لك لا 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 خلاص بقى حلها بكراسي بس مش نافع فاهمني. فهنا نزلت كام؟ بقت 12، بص كده هنا هو رجع عوج تاني مش عارف ليه، طيب ما علينا، السيخ اهو ده شكله، وهنا بقى كام؟ 12. طيب طب انا عايز اصدر الجدول ده للاكسل، في طريقتين، اول طريقه اقولها لك النهارده عشان دي اللي هتتعمل بيها الخطوه اللي بعد كده تمام، تاني طريقه هقولها لك في الاخر خالص واحنا بنشطب المشروع كله تمام. طيب عايز اصدر السيت ده للاكسل، في اي حاجه هنا بتصدر الاكسل؟ مفيش اهو، ما احنا جبنا خلاص جبنا عدلها، ناقص اه ناقص اشرح لك الكراسي، الكرسي ده بيترسم ازاي، بس انا رسمتها المره اللي فاتت صح، تيجي هنا على تشير دي تشير تمام كده، بص بيقول لك ايه سبيسيفاي دايمتر 20، طب ما حدش هيلف لك كرسي 20، قول مثلا الكرسي 10 متر، ها الفيت لينس ده اللي هو طول مين؟ الرجل بتاعت الكرسي صح كده؟ فهنقول مثلا شغال اي حاجه شغال 20 سم مثلا، البادي هايت ده اللي هو ارتفاع مين؟ كرسي، قول مثلا 16 سم،
البادي ويتس اللي هو عرض ايه؟ عرض الكرسي صح؟ قول 40 سم. بص بيقول لك ايه؟ سبيسيفاي ستارت بوينت. تمام؟ قلت له يا عم ارسم لي الكرسي ده هنا. ايه ده؟ احنا كتبناها 40 بجد. ايه ده ايه ده ثانيه 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 الراجل كاتب لك الكرسي بكل ايه ابعاده صح؟ ناقص تقسيطه، هنشوف ازاي نرسمه على البلان ونديله تقسيطه. فليكن تقسيطه كده الكرسي ده هيتكرر في 10 متر. تمام؟ هاجي هنا هعمل له مارك عادي جدا. بيقول لك طوله 1.1 خلاص مكبر بقى. تمام؟ تعالى هنا كده قول له ايديت ان بكام؟ بواحد. سبيسنج الكراسي هي بتترسي الصف الا كل متر الا كل 80 سم الا كل نص متر على حسب المواصفه اللي عندك، انت بترسيها كل كام قبل؟ زينا يعني، انا مش حرامي الحمد لله. خلاص يبقى كل متر هنحط ايه؟ هنحط كرسي. تمام كده؟ اه ماشي ماشي ما جريتش يا ياسر ما تزعلش بالراحه علينا يا عم. تمام؟ الاس كل 100 سم تيجي هنا تقول له ايه؟ امسك ده يا عم اتفضل كده شكرا. قال لك انت عندك كام؟ 11 كرسي. تمام؟ طب انا مش شايفهم في الجدول. طب بعد اذنك نزل في الجدول برسمته. صح؟ دي بقى ممكن تيجي تكتب عليها فعلا نوت ان هي تشير. وهنعرف هنعرف قيمتها ليه بقى بس بعدين، انا عايز اكتب عليها تشير. طيب انا برضو كده لسه ما خرجتش نتيجه من البرنامج صح؟ عشان خرج منه نتيجه في الاداه دي اللي هتلاقي اخرها ال تي. تمام؟ نفس القصه اكستراكت هير انجز هتتسطب في لمح البصر، يعني انت بتعمل كده بتتسطب. اوكي؟ تعالى هنا افتح. احلى حاجه في الاداه دي بقى ان هي ايه؟ صاينه نفسها. بص هنا في الاوتوكاد هتلاقيه علق سنه صغيره. لو دوست على اولويز لود هتخسر كتير قوي، هتبقى بس قول له لود ايه؟ لود وانس مره واحده. تمام؟ لود وانس. طيب بعدين يا عم البروم ظهرت لك بانل فوق اهي ثانيه اسمها ايه؟ اوتو ريبار ال تي. دوس بس عليها. تمام كده؟ هتخلي الاوبشنز بتاعتها نفس الاوبشن بتاعت البتاع الثاني، بس هي دايما بتضرب في اول مره، بعد كده مع كتر الشغل بت ايه؟ بتتعود، فاهمني؟ يعني اول مره بتضرب بعدين ترجع تصلحها ثاني، بعدين بتضرب بعدين تصلحها ثاني. هي كده. طيب الموديل يونت ريبريزنت دي كنا عاملينها بالمتر، اللي هي اوت بورك بالملي، اللوكال دايمنشن كانت بالمتر، الدايمتر بالملي، التوتال لينس كانت بالمتر، السبيسنج كنا عاملينها بالسنتي، الرينج يونت دي مش مشكله ما لعبناش فيها اصلا، الديجيتس رقمين بعد العلامه، الماركس الماركات شيل بس دي ما العبش فيها عادي ماشي. قول له هنا ايه؟ اوكي عملناه زي المره اللي فاتت بالظبط صح كده. هنا تعالى بس قول له لود ريجنريتنج موديل، خلاص كده هي اتعمل لها ايه؟ لود صح. مجرد ما تقول بيندنج سكادجول هو هيجدد دي، هيجدد دي مش هيعمل واحده جديده. تمام؟ فاي 10 مش عارف ايه الكلام زي الفل. تيجي هنا شايف دي كده؟ تمام؟ هتقول له ايه؟ بار ليست. عايز تحطها فين؟ حطها على الديسك توب، سميها اي حاجه، قول له سيف. اطلع كده من على الديسك توب، اعمل ريفرش. راحت فين؟ اهي. نتراي نكمل كام هتيجي ضربه؟ لا الحمد لله ان نيتي صميم النهارده. الراجل جاب لك نفس الجدول ده بس من غير ايه؟ الرسومات. تمام؟ بس هنا انت كاتب له في النص ان دي كام؟ الخمسه دول المارك خمسه ده ايه؟ شير. طيب انا عندي هنا كل الدنيا اهي، كل اللي كانت جوه دي مش هتلزمني خالص بقى دلوقتي. تمام؟ ودي قطعات نظيفه مش هقدر اشرح لك عليها البرنامج الجاي. طيب عشان اوريك الموضوع قد ايه ظريف قد ايه سهل، تعالى اجيب لك لوحه بتاعت شوب درونج انا كنت عاملها قبل كده. لوكال جي هو انا موعود بال 157 ده انا ما عملتش غيرها ولا ايه؟ لا والله لا اجيب حاجه غيرها، هات الخمسه. وفي لا هات الاربعه، الاربعه طلعتها ارخم. الاربعه تصب منها لغايه ايه دي؟ خلاص هات الجراوند ده مضمون عملناه.
انهي فايل في دول؟ دي البيمز هاتها مضمونه قطعتها رزله. بصوا يا جدعان صلوا كده على النبي، انا كنت قلت لكم قبل كده في تفريد الكاميرا على البلان ده يعني تمام عادي، هو بيتعمل له كل حاجه بس هو زي ما قلت لك على قد فلوسه. هم عايزين الكاميرات في لوحه، اللوحه بتقف مثلا بحوالي 300 ل 350 جنيه تمام. لو انت رسمتها جبت كل كاميرا زي ما هوريك في الكور سيكشن اليفيجن وكده، طبعا عمر ما كلها بتيجي في لوحه واحده، بتفرد معاك مثلا بتاع 6 7 لوح ساعات 10 على حسب البلان فيها قد ايه، فتلاقي نفسك مثلا واخد لك في الكاميرا بس بتاع 3 4000، ويقول لك لا يا عم اعملها لي كلها في لوحه فتعملها له بالشكل ده، فاهمني؟ على حسب فلوسه، ما انت مش هتغش او يطلع عين اهلك وفي الاخر مش هتاخد فلوس، واصله؟ فده طريقه من الطرق، وهي برضه بتبقى موفقه بالغرض يعني، هو برضه مديك طول السيخ وشكله وداخل ازاي في الكاميرا وكام سيخ وبتاع، ولو في اضافه هتلاقيه موجود، تبقى موفقه بالغرض يعني، بس طريقه بيئه شويه تمام. علمك دي وعلمك دي عشان لو ايه لو وقعت تحت اي شركه. هنا موجوده اهي قطيات اهي تمام كده، هقول له بس تعالى ايه خرجها لي بار ليست، هات لي يا عم على الديسك توب سميها اي حاجه. اقول له اوكي تمام. بالمناسبه ده سقف فلات اهو، انا بخرج اللوح بالشكل ده. ده المعماري اهو، اما خرج اللوح كده. دي لوحه نجاره، احنا لسه ما اتكلمناش عن النجاره يعني. ده هنا سقف فلات تمام، ليكم سقف زيه يعني مش هشرح سوليد، بس سقف فلات اهو. دي الزونات بتاعتنا، دي اللي هي التقسيط. طبعا هنا ما عملتش الحته بتاعت الزونات اللي بقول لكم عليها زي ما قلت لك على قد فلوسهم تمام، وببقى قايل والله يعني ما ببقاش قايل تمام. هنا دي اليمه الثانيه يعني اتجاه ده للوحه، الاتجاه الثاني للوحه، كل ده سفلي تمام. ما حكمتش انا هنا عند الكاميرا هنا، حد يقول لي ليه كده؟ تعالى هنا، ده اللي هو العلوي او الاتجاه تمام. اللوح شكلها مش يخض ولا حاجه، اللوح سهله جدا وانت تعمله زيها. دي الاتجاه الثاني كان رزل شويه عشان بس خطوط الواجهه والتكسيرات اللي فيها دي تمام. دي الاضافي السفلي تمام. ده الاضافي العلوي او الاتجاه لان هو بيبقى كتير شويه خصوصا لو السقف فلات يعني. مثلا دي هنا فاي 12 لكل 20 يعني سيخ فاي 12 لكل 20 سم 11 سيخ بطول 3 متر. يعني لما تيجي تنفذه في الموقع هتقول له ماله لو الشبك 5 في المتر يعني تمام. هنا دي كام فاتوره كده كان الواحد حاططهم، كنت مقلق من المنور ده يعني. ده الاتجاه الثاني، دي بتاعت ايه؟ وعد الله ما اعرف مش فاكر تمام. طيب مش احنا دلوقتي استوردنا الملف بتاع الاكسل ده؟ طيب انا عايز اعرف ازاي اعرف اتعامل مع الاكسل عشان اعرف الكاميرات دي واخده كام سيخ بالظبط، وبالتالي واخده كام طن او واخده كام كيلو، ومتعامل معاها ازاي، واخلي الهالك بتاعي يوصل لدرجه قليله جدا. مبدئيا عشان توصل الهالك لدرجه قليله جدا لازم بتلتزم بالقواعد اللي احنا كنا اتكلمنا عليها هنا في اللوحه. المحكوم تحكمه والسلاح تعرف ازاي تسرحه، لان الكلام ده كله بيأثر فين؟ في اللوحه. اللي احنا بنعمله ده ما هو الا ناتج نهائي تمام. فانت اشتغلت لوحتك صح بدماغ نظيفه هتوصل فعلا لهالك قليل جدا، لان هو في كل حال من الاحوال عشان ما حدش يشتغلك الخطوه اللي هنعملها هتوصلك لهالك قليل، بس بكميه كام؟ هي دي التريك هنا، بكميه كام؟ يعني انا اشوف انا مطلع الكاميرات دي قد ايه؟ فاهمني؟ تعرف تطلعها اقل من كده بسيخ انت اشطر مني، ما فيهاش كلام، يعني انت بتعرف تطلعها اقل من ده بسيخ انت اشطر مني، ليه؟ لان انت ادائك في اللوحه كان احسن. ما هو اللي في اللوحه انعكس على الاكسل، انعكس على البرنامج الجاي. فاهمني؟ فلو جينا احنا هنا، انا بالنسبه لي الماس دي مش فارقه معايا بالسلامه، المارك بتاعك برده مش فارق معايا قوي بالسلامه. عندي الدايمتر بص 12 على 16 على 12 بتاع، عايزها تبقى مرتبه، عايز كل 12 مللي تحت بعض بعدين كل 16 مللي تحت بعض. هاجي اعملها ازاي؟ امسك لي في الاكسل بص كده من اسفل اليمين، ولا قال ده ايه ده الشمال تمام كده سلام. الشمال عادي يا جدعان، كل واحد فيه حاجات كده من الطاقه دي يعني. انتوا معدين لي الكرتون من اول الحصه وجايين ماسكين فيه تمام. تعالى كده من اسفل اليسار حلو، واطلع كده بس لازم تجيبها من كده يعني، لازم تجيبها بالاسلوب ده. تعالى كده من سورت اند فلتر دي تمام، قول له سورت سمولست ايه تو لارجست تمام. الراجل رتب لك هنا فين؟ ادي 12 12 12 كله ايه؟ تحت بعضه، في مشكله؟ بعدين بعديه خلص ب 12 جاب لك مين؟ 16. طيب هنعمل ايه؟
ادي كل الاطوال اللي بقطر كام؟ 12 مللي اهي لغايه ما خلصت 12 صح؟ هناخدها كوبي. هنخش على البرنامج الظريف ده، برنامج اتفه من الهيافه. تافه جدا تمام؟ اسمه كات اوبتمايزيشن اهو. بس عبقري. البرنامج ده بيوفق اي قطعات في الدنيا، ازاز، بلاستيك، صفيح، اي حاجه، تمام كده؟ انا عملت بيه سيراميك شقتي والله. عملت له شوت درون كده ظريف واخدت البلاطات ومقطعه دي. جننت ام الصنايعي اللي جه عمل لي السيراميك ده والله. تقريبا تابع للشغل ده. ادي اللينس تمام كده؟ اخدت دي، اخدت كوبي صح؟ مش انا هاخد من هنا اللينس؟ تعالى هنا كده احطه ايه؟ بيست تمام؟ طيب ناقص لك ايه يا حضرتك؟ كوانتيتي مكان سيخ صح كده؟ الشيت ده مطلعهم لك يعني اهم تاخدهم كده لغايه ما تخلص مين؟ غلطه عمرك تحط ال 12 مع ال 16 هتلبس اسود. انا ممكن ادخل البرنامج يوفق 12 مع 16 بس خلي دي في ورقه لوحدها ودي في ورقه لوحدها ما فيهاش مشكله يعني. لانك لو حطيتهم وسط بعض هتزعل. هتلاقي مثلا سيخ كان المفروض 16 يتقطع 4 متر اتقطعت 12. فبالتالي 12 اترمى. فاهمني؟ وهتروح تقطع سيخ ثاني 16 فانت عمال تهلك. ده دي اللي هو ايه التنفيذ تمام؟ واشرح لك بالظبط بقى ازاي تنفذ بالاسلوب ده. كونتا دي حطها هنا. الماتيريال اللي هو الماده احنا هنا هنعملها قطر السيخ، هنحطها قطر السيخ تمام؟ خليها مثلا واي 12. مش طبعا مش لازم تكررها تاني، ممكن تاخدها من هنا كوبي انزل بيها كده كل ده لتحت. مفيهاش اي مشاكل صح؟ طيب انت هنا تحت بيقول لك الماتيريال، بس روح اظبطها الاول عشان ما تنساهاش. حطها بيست تاني خلاص. واي 12 لازم يبقى تحت زي فوق. ده اللي عندك اللي انت عايز تقطعه. ده اللي هو المفروض انت عندك مخزن فيه حديد كتير، في حديد كتير تمام. هنا هنيجي نرزع اي رقم 100,000 مثلا. بس اهم حاجه اللينس بتاعك طول السيخ محكوم بايه؟ 12 متر تمام. عملت بيه سيراميك الشقه زي ما هو بيسال على الويتس برضه. دخلت هنا ابعاد السيراميكا وكنت جايب كام كرتونه وبعدين جبتها من الشوب درون، كنت عامله كده عكات بسيطه يعني. البلاطه هنا عشان اقلل بس الغلاء اللي هي الحاجات اللي هنا مش ما يقدرش سيراميك كتير. وبعدين خليته يقطع السيراميك بعدين قلت له ركب دي هنا وركب ده هيتجدد تمام. بس فجيت هنا اقول له هنا ايه؟ ستارت تمام. حل يا عم. ما تبصش ليه دلوقتي، دي الناتج النهائي. تعالى واحده واحده. انت طبعا مدخله للسياخ ايه؟ مش مرتبه. يعني هنا 5 55 هنا 5 ونص هنا 25 مش عارف ايه. طب انت عايز تعرف كل قطعيه منها كام سيخ. بص شايف الجرافيك اي دي ده؟ ده نطبعه، ده اللي هتنزل بيه الموقع. فاهمني؟ طيب تعالى هنا قول له ستاتيك 1 دي. طيب اول حاجه يوتيلايزد بارتس دي اللي هي الاجزاء او القطعيات اللي عندك اللي حصل لها توفيق. يعني انت عندك مثلا ال 12 مللي كانوا كلهم سيخين. كانوا كلهم كام؟ سيخين من طول 12 في الكاميرات دي كلها. فاهمني؟ السته كانوا كلهم ست حتت طول 6 متر. يعني ال 12 متر كانوا حتتين. فاهمني؟ ال 74 كان اربع حتت، 475 بص مش هتلاقي اي حاجه متكرره. فاهمني؟ جاب لك كل قطعيه منها كام ايه؟ كام حته. بينما في الجدول ده بص انت داخله الجدول عامل ازاي؟ 12 ماشي 555 منها حتتين، هنا ال 555 دي منها كام حته؟ حد يشاور عليها كده عشان مش شايفها؟ منها حتتين، خلاص كده اتحلت، ما مش متكرره معاك تاني. تعالى نعمل حركه كده سريعه نراجع بيها على الحوار ده. تعالى هنا كده. صباح الخير يا باشمهندس نادر، كده انت معانا. تعالى هنا يا عم، قول له كنترول في. الراجل ده مرتبهم 12 6 74 475 مش مرتبهم. سمك لبن تمر هندي. ممكن تاخد من دي كده من عنده دي كده كوبي بالشكل ده كده، فيها مشكلة؟ هو ما بيقبلش الكوبي ولا ايه؟ لا ما تبقاش رزق. ما انا ارزل منك، خدها لي اكسل. متشكرين يا عم. ديسك توب سميها اي حاجة. اهو مش دي الصفحه اللي احنا كنا عارضينها. طيب دي انا مش عايزها دلوقتي. ديليت ديليت
تمام كده؟ مش دي يا عم السياخ؟ كنترول سي. هات يا عم في الشيت التاني اللي احنا كنا فاتحينه ده اهو. مش انا جبت هنا الحاجات دي بره؟ تعالى هنا كده هات لي دول هنا برده في حته بعيده شويه. هنمسك برده من هنا كده اهي بالعدد بتاعك سورن فلتر اي تو زد. هو فاهمها كتابه. كان فاكر بقى انا كان في طريقه بتحولها ازاي يا حوده؟ استنى كده تقول سي. تعالى هنا كده تيست سبيشال فاليوز هنجرب دي كده. كان في طريقه بتحولها يا ربي مش فاكرها. هتفكرها؟ كانت ازاي؟ كانت سهله قوي. ده احنا كنا بنعملها كوبي وكانت طريقه في البيست. هي كانت حاجه في البيست يعني. سهله سهله هتشوفها دلوقتي حالا. كده اهي كده كنا اهي بندوس على البتاع ده كده كونفيرت تو نمبرز. تمام شايف البتاع اللي هو ظاهر لك ده؟ قول له كونفيرت تو نمبرز. سهله يعني بس مش فاكرها. تمام هنا دي الكوانتيتي بتاعتك. قول له كنترول سي. هاتها هنا على الشيت الثاني ده كنترول في. مش ده اللينس ده الكوانتيتي اللي هو العدد ولا احنا خدناهم غلط؟ اول شيء طبعا انا خدتهم كلهم اهو. ايه ده فعلا؟ سوري ايه الجنان ده؟ تعالى هنا كده يا عم sort and filter sort smallest largest. ايه اللي حصل؟ هو مشي كله صح ما عدا ال 12 مش فاهم ليه. خلاص كده ما علمتش عليها. ما هو 175 72 92 هو ماشي صح. طيب يا عم هات القطعات دي كده اللي عندنا لازم بس نعمل تشيك سريع كده. مش دي القطعات بالكوانتيتي بتاعتي؟ اعمل نفسك مش شايفاها. مش دي 175؟ كتير. تعالى هنا كده دي قطعيات انا هنعمل فيهم نفس الحركه. تمام 175 منها 2 72 هنا منها 2 خلاص دي كده مش مكرره تاني. 92 منها 2 ماشي. ال 3 منها 1 ال 3 عنده هنا فعلا منها 1 3 55. بص بقى هنا مكررين تحت بعض اهو. تمام كده في 3 55 متكرره مرتين. دي هنا بكام؟ ب 2 و2 بكام؟ ب 4. مكررة تاني؟ لا احنا مرتبين فطالما ما ظهرتش تاني يبقى ايه؟ مش هتبقى موجودة. طب هنا الراجل جه جمعهم لك اهو من 3 55 وكتب لك كام على طول؟ 4. وصلت كده؟ يبقى انا ممكن أول حاجة أطلعها من البرنامج ده الجدول بالشكل ده كده. هاجي هنا هقول له فيو بيج بليك فيو اللي هي بتاعت الطباعة هات لي كده جدول بالشكل ده كده. هوم اول بوردر بلاقي بالجدول هنا بكتب العنوان بتاعك حصر حديد اي بطيخ. تمام كده هنا الاثنين بالشمال يبقى مسلسل او نمبر. بلاش نمبر دي خليها اس اللي هي سيريس مثلا. هدي كده صغيره شويه. لا 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 مش ده اللي هيروح للحداد خالص. ده بتاعك انت بار دايمتر. تمام بعدين في هنا البار دايمتر ده اللي هو قطر السيخ. تمام بعدين البار لينس طول السيخ. بعدين النمبر اوف بارز او البار ممكن تعملها كيو تي واي عدده. بعدين البار شيب
ودي ليها حوار بقى كده على حسب كل مكتب وعلى حسب اللي انت بتسلم لمين. بعد كده في حاجه اسمها البار مارك، وده هوريك ازاي تخرجها من عمر اسمه كول كده موجود هناك. بعدين هنا مثلا لو عايز تكتب له نوت بار شيب او بار مارك هنا نوت، بس غالبا احنا ممكن نستغنى هنا لو الصفحه فيها تاني مش هستغنى، يعني الصفحه فيها خانه كمان ماشي. خلي دي مثلا دي خدها كده كنت ماشي، خليها هنا بس دي هتكبر شويه وهتعرض من تحت كده شويه تمام، وهنعرف ليه. جه قال لك حدود الصفحه هنا، خلاص ايه النوت دي يعني هكتب له ايه يعني تمام. خلاص ادي كده الجدول بتاعك في الصفحه. طيب الاس ده مثلا 1 2 3 4 اي حاجه مش عايز تحطه ما تحطوش ملوش لازمه. البار دايمتر هنا مثلا لما تقول له فاي 12 تي 12، انت عندك مثلا هنا كام قطعيه ممكن تعملها بطريقه اظرف. هنا مثلا مش ده خلاص اللي انا هاخده، انا عندي من 7 ل 26 يبقى كام يا حوده؟ 26 من 7 كام؟ 19 19. ما لو كانت 20 كانت تبقى 27، يبقى 19 هتبقى 26، يبقى انا عندي 19 قطعيه. تعالى هنا تاني كده على الاكسل اهي، هتقول له مثلا هنا من 1 2 3، بعدين تقوم ماسكهم كده كلهم خليها يعد لغايه 19. تعالى هنا كده بدل ما تقعد تكتب في كل دول تي 12، اعمل دي كده ميرج وقول له جيبها في النص خلاص تمام. البار لينس هو يبدا من اول هنا، لا انا كنت عايز الخانات دي اللي تبقى كبيره بس ماشي مش مشكله، من كده هيبقى هتقل الدنيا. طيب البار لينس كل ما عليك تقوم جايب الاطوال دي كده كلها برضو، يبقى هم ما كانوش 19 يا فالح. 1 2 3 4 19 و 4 يبقوا كام؟ 20 و 23. مش عايز اشتغل مش ده كده اطول؟ طبعا كان المفروض نرتبهم يعني باب الشياكه تمام. تعالى هنا سامحوني في القطعيه خلاص، خلينا نتكلم في الجنرال. البار شيب دي كده هنوريك ازاي نجيبها اصلا من البرنامج، بعدين البار مارك اللي هي كانت مارك 1 مارك 2 مارك ده على حسب ما هو واخد هنا. طيب في خانه مهمه بقى توتال، حد يقدر يقول لي كده ممكن ان انا احصر الحديد من هنا ولا لا؟ الله عليك، لو حصرت الحديد من هنا انت ما عملتش حاجه فاهمني؟ انت ولا كاننا عملنا حاجه. شايف البرنامج ده؟ لو جيت قلت له هنا يوتيلايزد بار هقول لك دي مستعمله 35 سي، ممكن بس تحفظ الرقم ده؟ يبقى انا كده لزوم الكاميرات فاي 12 عندي كام سيخ يا عم؟ 35 سيخ. تعالى هنا كده توتال قول له مثلا هي بتساوي 35 بارز تمام. يبقى الفاي 12 في الكاميرات مستعمله كام سيخ؟ 35 سيخ. طيب بص هنا حاجه اسمها ريفيوزد ويستس، الهلك عندك 6 حتت ب 5 سم من سيخ، كان 11 95 قطعيه محكومه فاهمني كده. عندك حتتين 15 سم، حتتين 30 سم، حته متر 20 دي ما زعلش عليها فاهمني، حتتين متر 60 هشغل ابوها، حتتين 4 متر حبيبتي ما انا لسه عندي السقف فاهمني، ارمي عليه ارمي في اضافه السقف، حتتين حته 62 حته واحده 67 دي مش هدر دي بقيت سيخ، وهنشوف ايه هو عملها ازاي. طيب هنا بقى عندك في المخزن قد ايه كده ملهاش لازمه قوي يعني. هنا الراجل بيقول لك خد بالك انا استعملت طول 396.2 مجموع الاطوال اللي تم استعمالها تمام،
طيب الراجل ده هيقطع هنا ازاي؟ تعالى يا عم بقى بالجرافيك اي دي كده. مبدئيا مش هم 35 سيخ؟ دول 35 سيخ قدامك. بس ازاي بقى طريقه التعامل معاهم؟ ازاي ان انت تقطعهم عشان توصل لاقل ايه؟ اقل ويست عندك. تمام؟ طيب عبد الله استاذنك بس في ميه معاكم كده. استعبط. طيب ازاي تقطعهم عشان تجيب اقل هالك عندك؟ وازاي تخرج من البرنامج ده بدي متسيفه تمام كده بحيث انك تقدر ترجع تطبعها تاني او تقدر ترجع لها تاني. هو كتير شرحوا البرنامج ده بس ما حدش شرح الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. تمام؟ فركز فيه وبقى اسمع الفيديو يعني. طيب خد بالك بيقول لك ان اللينس 12 طول السيخ بتاعك 12. الحقيقه هو العتال والجرحي وايه تاني يا حوده؟ والاستثماري الحديد ده بيجي 12 10 بس ما تخاطرش يعني. هو بيجي 12 متر و10 سم بس ما تخاطرش يعني ثبته برده ايه 12 يعني بحيث لو انت حسبت هنا على 12 10 وجالك 12 هتزعل. واحنا مش عايزينك تزعل يعني. تمام؟ طيب حبيبي الله يكرمك ناشف تسلم. انت عطشان؟ المية الواحدة شكلها عطش اصلا. روحت الشربان. طيب سخين على 12 متر دول فيهم حاجة؟ طيب شكرا. تلات سيخ على 6 متر انا بعرف اعملها لوحدي. بيقول لك خد بالك هات سيخ هنا قطعه ل 74 و 365 و 365 دي ما كانتش تخطر على عقل بشر. فاهمني؟ انت كان هيجي اول حاجه في دماغك ايه؟ ال 74 قريبه للخمسه يبقى السيخ هيجيب لي حتتين وارمي حته كام؟ 2 متر 60. فاهمني؟ اشوف لها شغل. اجيب اجيب السيخ هقطعه 74 74 هيطب معاه كام؟ 2 متر 60. هنا طببت لك كام او بقيت لك كام وزن؟ صفر. ايه؟ استخدمت الايه؟ ال 12 كله. هذا ما لم يخطر على عقل حداد الى اليوم. عشان حداد يعمل لك الشغل ده لازم يروح يرفع مقاسات السقف كله. تمام كده؟ او لو انت مش بتشتغل بالطريقه دي تروح ترفع مقاسات الكمر ده كله ساقط ومعلق، ما هو ال 12 مللي ده في منه معلق وفي منه ايه؟ ساقط. ساقط يعني حديد سفلي. معلق يعني حديد ايه؟ علو. تمام؟ عشان الفاظي ما تضايقوش. ايه؟ يعني ايه؟ ايه؟ لو كنت دخلتها بالمارك، لو كنت دخلتها بالمارك اه اعرف وفي انهي ماركه. بس انا ما دخلتهاش بالمارك. انا اول حاجه مسحتها كانت الماركه اصلا، فاهمني؟ انا اول حاجه مسحتها كانت الماركة. بسيبه بس في الاواعي لان ببقى كاتب نوت. ببقى عارف بقى دي اه دي في اف كام وفي اف كام ليه؟ عشان اما الاواعي بترمي قطايا كتيره وخصوصا مع السملات. فاهمني؟ فهو مغني الحداد جاي مشاورني في نماذج الاواعي، فببقى عارف بس اللي قطعه ده هيروح انهي نموذج اعلى. فاهم قصدي؟ فبسيبها في الاواعي زي ما هنشوفها هنشوفها يعني ما تقلقش. ده الكلام ده بقى بيسهل عليك انت في التنفيذ. بس خد دلوقتي الاستاندرد وانت خد بالك انت خدت حاجات قويه قوي في البرنامج ده. فاهمني؟ يعني خدنا الحمد لله قطعنا فيه شوط قوي جدا. عشان المره الجايه بقى نطبق بيه عملي. خلاص هو المره دي راحوا في الثلاث برامج مش مشكله. تمام؟ طيب يبقى انا هنا خد بالك الاربع سياخ دول هيتقطعوا على كام؟ 475 و370 و375. فاهمني؟ صدقني انا كنت بقعد احل اللوغاريتمات يعني. انا كنت بقعد كده اجيب القطاعه دي وكوبايه قهوه وجال 200 سجاير. عملتها مانيوال برضه صح؟ فكانت بتتعب. فاهمني؟ فهنا تمام؟ لعلمك انا شغلتي اصلا توفير الحته دي. انا اي بيت فور ذات. انا باخد فلوس عشان كده. فاحنا بناخدها ازاي؟ يعني 36 مع 45 انت مهدر 30 سم. تمام؟ لعلمك مهما عملتها او مهما جربتها مع اي قطعيه مش هتجيب اقل من 30 سم، اصل ده بيحل الالجوريزمز جوه. هي فكره البرنامج ده حاجه اسمها اريتيشنز تجارب. تمام كده؟ لو حد بروجرامر البرنامج ده ممكن يتعمل كود ب 5 جنيه. ما فيهوش اي حاجه. كل الفكره انت عندك اللينس بتاعك اف والس وبعدين بيخش جوه حاجه اسمها ايه؟ انا دارس برمجه، انا قعدت 12 سنه ادرس برمجه. بيخش جوه حاجه اسمها اللهم صل على النبي الجوريزم. الالجوريزم ده غالبا الالجوريزم اللي مستعمل هنا في البرنامج ده حاجه اسمها دايناميك بروجرامنج. تبدا تعمل كذا اريتيشن كذا محاوله. هي معتمده كلها على حاجه اسمها اف والس. سي بلس بلس في الديفلوبر انا عارف. تمام كده؟ اف والس جرب وحط تاني لغايه اما بيوصل ده لاقل حاجه.
فالبرنامج ده بيعمل عدد ما لا نهايه اصلا من الايريتيشنز او المحاولات لحد ما يوصل لك النتيجه دي. فاهمني؟ انت لو عملتها بدماغك هتصدع فعلا زي ما اسر قال. لا والله بص تمام ال 30 سم ده انت مش هترميهم والله ما هيترموا بالظبط. تاخدهم تخانات بقى تروح من الاخر كده ممكن تلمهم شمال الموقع تروح تبيعهم. بس مش تبيعهم يعني حرام، انت بتبيعهم عادي بتحملهم على المشروع فاهمني. ما انت ممكن يطلع لك منهم كتير فتاخدهم من بتبيعهم. عموما بيبقى ليهم ما فيش حد بيترمي يعني فاهمني. اللي تزعل عليه يعني هو ما فيش هنا ولا اي حاجه والله تزعل عليها. ال 62 دي برضه هتشتغل. ال 67 دي كده كده ده سيخ يعتبر ماكس سيخ 12 فاهم. هي هنا بس ملوش مكان هنا، انما في السقف عندك لو عندك قطعيه 6 متر مثلا حطها بقى بطولها، مش لازم تقطعها. ما لو في اضافي حطها يا عم سالحه مش اي مشكله فاهمني. طيب لو عايز اطلع واحنا كده عاملين السيف دي حاجات متقطعه ولا حاجه بتحمل مع كده البرنامج انت بجد؟ بص عليك صلي بينا على النبي. انا عارف بتوع ماي والله عيب عليك. لازم يحط التاتش. بص يا عم صلي على النبي، مش انت بيجي لك السيخ طوله 12 متر؟ انت عايز تقطعه حلو كده تقطعه في الموقع. مش الحداد اول حاجه بيعملها بيقول لك ايه؟ هطلع اوضب. هطلع اوضب دي بيعمل ايه؟ بياخد له حاجه اسمها انطلاقه او طريحه، ان هو مثلا ايه خد البلاطه دي، البلاطه دي مثلا فيها اربع كاميرات، يقول لك مثلا خد كام الكاميرا دول شطبهم على ما الناس يكونوا ايه خدوا مقاسات البلاطه. هو بيقطع بخشمايه، بيقطع بحاجه اسمها علبوه. يعني ايه علبوه؟ هو معاه الحديد محوشه تحت، طلع قاس ده الباكيه دي مثلا طولها 5 متر صح؟ هو عايز منها 20 حته. يوم الحداد جاب 10 تسياخ، قطع لي 10 تسياخ على 5 متر. هم بيتكلموا كده فيقوم قطعها. مش طريقه والله على لغه حد من العريف ولا حسب بيتكلموا كده تمام. هيقوم قطعها فاهمني. هيجيب ال 10 تسياخ يقوم مقطعهم لك على 5 متر. هيدي له كام؟ هيدي له 20 حته. هيطبق معاه كام حته؟ 2 متر. كام حته؟ 10 حتت. يستنى بيركنهم. لا لهم شغل كان بيها، ما لهمش شغل، بيحكموا على السلم ويحط لك السلم فيها 12 ممكن يحط فيها 10. المشكله بقى مش في كده. يعني هو لو هيبدا من الكبير، طول ما انت بتبدا تقطع القطعات الكبيره الاول انت مع ايه بالهدر بيبقى قليل. انا المشكله اللي في الاغبياء الله ينتقم من ابوهم تمام كده، بيجيب لك ايه؟ هو مثلا طلع عنده مثلا في السقف لقى سوكه. السوكه دي مثلا بتاعت كام؟ 2 متر. حلو؟ في منع مثلا بتاع 5 6 حتت. يقوم جايب سيخ فاهمني؟ قطعه كله على الكام؟ على 2 متر، هيجيب له 6 حتت وحته مركونه. طب ما يا غبي يا متخلف، ما انت كان عندك في نفس البتاعه ال 10 ولا ال 20 حته من 5 متر دي هتقطع عليهم 10 سيخ وهيطبق معاك كام؟ ال 2 متر. طب ما كنت قطع دول الاول وخد دول. هي الفكره بتحسب كده، كنت اقطع دول الاول وبعدين كنت احطهم هنا. يقول لك اقطع دول الاول ليه؟ ما دي جايه كده بالدور. طولتم انت بقى واقف مهندس، تلاقي تيجي في اخر المشروع تلاقي عندك الويست قد كده، على ما تيجي تفكر تحصره او تلمه يكون عرب سرقوه منك اصلا فاهمني. وبروح بقى ادور على ميتك تجمد بقى. فانت بتبقى عامل ايه؟ ما العرب ولاد 60 في 30 اصلا في اي حته يعني، ما هو الناس كلها شغالين في المواقع وعارف تمام. وهم لو العرب ولا ايه والله العظيم بيبقوا شويه اقل مامه وصيع جايين من اي حته فاهم. والله العظيم لمامه البشر جاي لك واحد مش عارف مين ده، انا عندي عرب، بيقول لك انا عرباوي عرباوي تمام كده. هو من صقر الكريش عندنا اللي هي فين دي؟ مش فاهم انا يعني، ده منذ فجر التاريخ بقى مع الله اعلم. المهم انت بيبقى عندك الحديد جاي لك طلبيه تمام. بتبدا انت بتنزل بالورقه دي الموقع، انت بتطبع دي بتنزل بيها الموقع. حلو كده. هات لي مثلا سيخين على 12 متر اركنهم على جنب، هات لي مثلا اربع تسياخ 4 75 و3 70 و3 55 بتقطع على الارض. بعدين بتطلع فوق براحه الشوب دروينج، ده انا هشرحها بالتفصيل قوي دي. تطلع فوق على السقف براحه الشوب دروينج. الكاميرا دي الطول هنا كام؟ 3 55. عايز كام؟ عايز حتتين. ابعت لي حتتين في الكاميرا دي 3 55. تروح على الكاميرا دي، الكاميرا دي مثلا 8 متر، ابعت لي حتتين. طب ما انت قطعت كله ايه؟ تحت. طب القطعات انت خايف تتوه منك صح؟ مش كل قطعيه على الاقل فيها سخين من ميت. بتجيب معاك كده في عارف الستيكي نوتس؟ الكلمه دي فرفوره قوي في الموقع. عارف لما واحد شجره اسمنت تمام كده يقطع منها حته وسلك رباط، اكتب مثلا على سيخ، سيخ واحد مثلا 10 حتت 8 متر فليكن فاهمني؟ قوم حاططها ايه؟ بسلك رباط كده وخليه يربط لك الحزمه دي، خلي السيخ ده دليل اخر سيخ تسحبه يعني. هنا قصت مثلا من 10 حتت حتتين، ابعت لي حتتين من الرابطه دي وهكذا. انت تبقى ايه؟ علمهم بطريقتك، اعرفهم بطريقتك، بس المهم انك تعرفهم. فاهمني؟ طريقه منجزه جدا وعبقريه وسريعه. تمام؟ طيب تعالى هنا نشوف حاجه، الكوانتيتي دي مش انا المفروض اما اجمعها في الاخر تبقى كام رقم؟ 35 صح؟ مش انا عندي هم كلهم 35؟ تعالى نعمل تشيك، تعالى نتاكد. 2 و3 5 و2 7 و4 ادي 11 ومعاك كام؟ 3 11 و3 ادي كده 14. طب انا بس ويا ريت والله والله ده ما بيروح اكسل.
المنظر ده يا عم انا عايزك تتاكد بس انا اصل ده مش هيروح اكسل المنظر ده عمره ما هيروح اكسل اللي هيروح اكسل الحاجات دي الاستاتيك الجرافيك لا الجرافيك يبقى بي دي اف تمام تعال اوريك يا جدعان انا عايزك بس تعمل تشيك خليك مواصل شويه خليك بس مواصل شويه ما تتوسكش كل الثقه العاميه في برنامج في الوسوسه حلو تمام جمع يا عم دول انا واثق انهم هيطلعوا 35 مثلا بس خليك انت مش واثق دي اول مره تستعملها وفلوس ناس هتترفد الغلطه هنا هتلفتك على فكره لو ما عرفتش تتويها هتلفتك تمام يا انا في مره من المرات غلبت غلطه كانت قاتله كان عندي 200 سيخ 12 متر في سقف تمام ما اعرفش ايه اللي كان جنني ولا ما اعرف عملتها ازاي ولا كنت نايم وانا شغال ولا مش المهم عملتهم 11 20 بدل 12 متر عملت المارك بتاعتهم خدتها تقريبا ايه مارك من سيخ 11 20 واشتغل حوالي 200 قطعه نزلت الموقع زائد بيه برنس وانا طبعا بقطع في الاول ما كنتش بصيت في اللوح المره الوحيده فعلا ما كنتش طبقت البتاع ده باللوح قطع لي يا باشا 200 سيخ يلا على 11 20 اروح اشرب سيجاره والبيه قطع وقطعت الجدول كله باجي ابص ما اعرفش انا موسوس انا طبيعتي موسوس رحت في المكتب جايب الجدول ده وقلت اما بص كده بص زي يا نهار ابيض ده ولا سيخ 11 20 كنت عامل الديسبلاي لوكال دايمنشن اللي هي دي فالسيخ مكتوب عليه 12 تحت بس في المارك 11 20 يخرب بيت مخك وكلها كانت سياخ محكومه وكانت الدنيا ايه قلت راجع على البرنامج ده تاني حاطط نفس القطعيات تاني قمت موفق على 11 20 شفت ايه اللي ممكن يشتغل من 11 20 عشان ما يترميش فاهمني قمت جايب قطعيات بقى قاعد معدل على اللوحه بتاعت الشوب ما هو اللي اتقطع اتقطع انا دلوقتي قدام موقف انا عندي 200 سيخ متقطعين غلط تمام كده بكتبها هنا هنا بدل ما هي 12 بكتبها 11 20 ما لازم انقذ الكارثه وانا مش هقعد استنى اما اترفد وعملتها تمام كده واتاوت والحمد لله ومفيش بني ادم قبل ما انا احكي لكم عارف الموضوع ده وخلاص واتلبت وعدلت تاني على الشوب درونج بتاعه وكان عندي استشاري ساعتها كان متخلف كان بيجي يستلم السقف ازاي كان بيعدل الاضافه العلمي اه والله كان دكتور في جامعه الازهر اول مصحف وعامل لي بقى استشاري وهيصه وزيطه وبتاع مش عارف كان بتاع استراكشر ممكن اقول لك اسمه كمان تمام يا ولا انا كنت بحبهم والله فالمهم كان بيجي هو يستلم السقف يعدل الاضافه العلوي يبص على الشبكه يطبقها بالشوب درونج ما بيعملش وانا عارف انه متخلف جبت الموقع عندي الساعه 6 العصر وقلت له تعالى استلم انا خلصت دلوقتي واصب بكره وجاي يعني. بس هتقدروا تمشوا خلاص كفايه حاجه كده صغيره تاني تمام كده ازاي تخرج الشكل ده من البرنامج تمام تمام هو مش هيسيب يعني هو اخر ما يسيب هيطلع لك كده طب انت عايز تطبع منه تيجي على برنت دي تمام دي اللي هي الطبعة اللي عندي في المكتب عامه يعني فكك منها قول له بس ايه مايكروسوفت برنت تو ايه تو بي دي اف تمام هيقول لك هنا على دي هتقول له اوكي تعالى هنا على الديسك توب قول له اي حاجه سيف تمام تعالى هنا هتيجي تفتح معاك كده تفتحها هتفتح معاك بصيغه البي دي اف بالمنظر تقوم راح طبيعه واخدها معاك الموقع تمام